السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح منهج KG2 Discover أو اكتشف ترم التاني ترم 2، وكنا أنهينا المرة اللي فاتت شرح شابتر 1 كله في المحور التالت طبعا، اللي هو How the World Works أو كيف يعمل العالم. والنهاردة إن شاء الله هنشرح شابتر 2 اللي هو Playing with New Friends، وده الكوفر بتاع شابتر 2. Playing with New Friends يعني اللعب مع أصدقاء جدد. وقبل ما نبدأ في الشرح زي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. Playing with new friends. Playing يعني اللعب، ان احنا نلعب. Play لوحدها بمعنى يلعب، و playing هنا في حاجة اسمها المضارع المستمر او present continuous اللي هو المضارع المستمر، اللي هو بيعبر عن حاجة بتحصل دلوقتي. يا اصحاب هنعرفها ان شاء الله واحنا بنتعلم الجرامر او القواعد، وان شاء الله هيبقى في درس خاص بالجرامر والازمنة المختلفة، بس ده هيكون في درس لوحده لما ينزل ان شاء الله، تتفرجوا عليه وهتتعرفوا على القواعد بشكل كويس. دلوقتي playing with new friends. playing يعني اللعب، with مع new friends. new يعني جديد، friends هي جمع friend يعني صديق، friends اصدقاء. ونتنقل لأول صفحة، خليكم معي، ودي page 19 أو صفحة 19، أول صفحة في chapter 2 playing with new friends أو اللعب مع أصدقاء جدد. وزي ما احنا عرفنا قبل كده أصدقائي إن سارة كانت لسه جاية المدينة بتاعتنا، واحنا كنا بنعرفها أخبارنا عن طريق النشاط الإذاعي اللي خدناه في chapter 1، وكنا بنحاول نعرفها على أخبار المدينة وساعدناها كمان تروح أماكن مختلفة. سارة لسه جديدة في المجتمع بتاعنا، فدلوقتي هي عايزة تتعرف على أصدقاء جدد من المجتمع بتاعنا علشان تلعب معاهم ويبقى ليها أصدقاء. فدلوقتي هنا بيقول لنا سارة looks for يعني بتتطلع بتبحث عن friends أصدقاء. looks for يعني بتبحث عن friends أصدقاء. فسارة دلوقتي بتدور على أصدقاء جديدة تتعرف عليهم ويبقوا أصدقائها في المجتمع الجديد اللي هي لسه وصلة ليه. فهنا بيقول لنا read the story يعني اقرأ القصة. اقرأ القصة. Sarah wants يعني تريد new friends أصدقاء جدد. Sarah feels shy. feels يعني بتشعر، shy يعني الخجل، لما يبقى حد خجلان من حاجة أو مكسوف من حاجة. هي مش عارفة تتصرف ازاي، مش عارفة تتعرف على أصدقاء جدد ازاي في المجتمع بتاعنا، فهي طبعا عندها إحساس بالخجل وهي في نفس الوقت عايزة تتعرف على أصدقاء جدد. فمرة تانية، سارة تريد أصدقاء جدد. سارة feels shy. سارة تشعر بالخجل. طب في الصورة التانية بيقول لنا سارة تشاهد children playing. children يعني الأطفال، وده طبعا جمع child يعني طفل، والجمع بتاع children يعني الأطفال. playing يلعبون. سارة شايف الأطفال بيلعبوا. playing ايه بقى يا أصحابي؟ playing football اللي هي كرة القدم، احنا عارفين كلنا كرة القدم وبنتفرج على الماتشات كلنا. in the park في المتنزه. سارة شايفة الأطفال بيلعبوا الفوتبول في البارك في المتنزه. one day يوم ما، فهي سارة شافت الأطفال دول بيلعبوا في المتنزه في يوم من الأيام. ده معنى العبارة. سارة watches
children playing football in the park one day. سارة شافت أو شاهدت الأطفال يلعبون في المتنزه يوما ما. She wonders يعني هي. Wonders بتتساءل. لما أنا ببقى I wonder يعني أنا بتساءل، بيبقى في أسئلة جوه دماغي بسألها لنفسي. ف she wonders هي تتساءل، حتى في الصورة هي حاطة إيدها على دماغها وبتفكر في حاجة معينة. هي بتفكر في إيه بقى؟ What games do children play here؟ What يعني ما أو ماذا، games الألعاب، do children play اللي بيلعبها الأطفال children here يعني هنا. فهي بتسأل في عقلها إيه الألعاب اللي بيلعبها الأطفال هنا. How do you play the games؟ How كيف do you أنت تفعل play يعني أنت بتلعب the games الألعاب. How do you play the games كيف تلعب الألعاب، الألعاب دي بتتلعب إزاي. فهي بتتساءل she wonders هي بتتساءل في نفسها إيه الألعاب اللي بيلعبها الأطفال هنا وإزاي بيلعبوا الألعاب دي كمان. فنقول مرة كمان What games do children play here؟ إيه الألعاب اللي بيلعبها الأطفال هنا؟ How do you play the games؟ إزاي بتلعب الألعاب دي؟ وبكده خلصنا البيج دي وعرفنا الستوري الجميلة بتاعت سارة، وإن هي عايزة تعرف على أصدقاء جدد في المجتمع الجديد بتاعنا اللي هي لسه واصلة ليه. والكلمات الجديدة هنا طبعا looks for يعني يبحث عن، friends أصدقاء، wants يريد، new جديد، feel يشعر، shy الخجل، watches يعني تشاهد أو يشاهد، children يعني أطفال والمفرد بتاعها child يعني طفل، playing يلعبون، football الكرة كرة القدم، the park يعني متنزه، one day the expression بيجي على بعضه ومعناه يوم ما، يوم من الأيام يعني، wonders تتساءل، what ما أو ماذا، games الألعاب، here هنا، how كيف، play يلعب، games الألعاب. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج نمبر 20 أو صفحة رقم 20 وعنوانها My favorite game يعني لعبتي المفضلة. favorite زي ما احنا عرفنا من الترم الأولاني يعني مفضل، الحاجة اللي انت بتحبها أكتر من الحاجات التانية أو اللي انت بتفضلها. My favorite game يعني لعبتي المفضلة. What is your favorite game؟ بيقول لك هنا ايه هي لعبتك المفضلة. Draw ارسم، the tools you use to play the game، ارسم الأدوات اللي انت بتستخدمها علشان تلعب اللعبة دي. Draw ارسم the tools الأدوات you use تستخدم to play لتلعب the game اللعبة دي اللي انت بتفضلها على الألعاب التانية. Draw ارسم the background الخلفية يعني انت دلوقتي هتقعد تفكر وتتخيل وانت بتسمع الدرس بتاعي ده وتشوف ايه هي اللعبة المفضلة بالنسبة لك. عايزك تتخيل شوية ان انت بتلعب اللعبة المفضلة بتاعتك وتشوف اللعبة دي انت بتستخدم فيها ايه هي التولز اللي انت بتستخدمها. يعني مثلا في واحد بيحب مثلا يلعب بالكورة، فممكن ترسم التولز او ممكن ترسم كورة. واحد تاني مثلا ممكن يكون بيحب بيلعب جيم معين على الموبايل او على التابلت، ممكن ترسم ايه الموبايل او التابلت. التالت مثلا بيحب يلعب بالمكعبات او بالميكانو، بيكون اشكال جميلة وبيعمل بيوت وبيعمل حاجات معينة، فممكن ترسم ده كتول من التولز اللي انت بتستخدمها. وبعد ما تتخيل الحاجات اللي انت بتستخدمها وانت بتلعب اللعبة دي
عايزك تشوف وراك في الصورة ايه الخلفية الموجودة وراك. انت قاعد مثلا في البيت، ولا قاعد في الكلاس روم في الفصل، ولا قاعد في البارك في المتنزه. فارسم الخلفية اللي انت بتاعت المكان اللي انت قاعد فيه، وارسم نفسك وانت بتلعب اللعبة الجميلة او المفضلة بتاعتك دي، وارسم التولز او الادوات اللي انت بتستخدمها في ان انت تلعب اللعبة دي. والكلمات الجديدة هنا my milky favorite مفضل، game يعني لعبة، what ما او ماذا، draw ارسم طبعا زي ما احنا عارفين، tools tools الادوات او ادوات، you انت، use تستخدم، background background يعني الخلفية. وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا الليسون 1 في شابتر 2، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 21 او صفحة 21، وده ليسون 2 او الدرس التاني في شابتر 2، وعنوانها فوتبول. فوتبول اللي هي كرة القدم زي ما احنا عارفين. وهنا بيقول لك these are، هذه مجموعة من pictures، pictures الصور، of football، football لكرة القدم. يبقى دي مجموعة من صور الخاصة بلعبة كرة القدم. look انظر at على the pictures الصور، انظر للصور وشوف الصور دي موجود فيها ايه. circle ضع دائرة حول. man made، لو تفتكروا يا اصحابي احنا خدنا في الترم الاولاني ان في حاجة اسمها man made او الحاجات اللي صنعها الانسان، وفي حاجة تانية اسمها natural او الحاجات اللي هي ربنا خلقها في الطبيعة حوالينا وهي طبيعية بتطلع من غير ما الانسان، او بتبقى موجودة من غير ما الانسان يتدخل في وجودها. فطبعا حوالينا حاجات هي man made يعني من صنع الانسان او صناعية، وحاجات تانية هي natural او طبيعية موجودة من غير ما الإنسان يتدخل في وجودها. فهنا بيقول لك circle ضع دائرة حول man made objects، man made objects العناصر اللي من صنع الإنسان، يبقى العناصر اللي من صنع الإنسان هنحط حواليها circle. draw ارسم a rectangle مستطيل، around حول natural objects، natural objects العناصر الطبيعية او العناصر اللي موجودة في الطبيعة ومن غير ما يتدخل في وجودها الانسان، و natural يعني طبيعي زي ما احنا عارفين. فهنا في الصورتين دول في حاجات man made وحاجات natural. خلينا نشوف الحاجات اللي man made الاول. اول صورة هنا فيها صديقنا ده بيشوت الكورة، وطبعا في حاجات man made حواليه. اول حاجة man made حواليه ايه يا اصحابي؟ الكورة نفسها، البول نفسها. مش البول دي مان ميد، مصنوعة في انسان صنعها وخلاها بالشكل ده؟ طبعا دي مان ميد، فهنحط حواليها سيركل. طب ايه تاني مان ميد يا اصحابي؟ الشوز اللي هو لابسه في رجله او الكوتش ده مش مان ميد، ولا هو متولد بالكوتش ده؟ اكيد مان ميد، فهنحط حواليه سيركل. طب والجلافز اللي في ايده دي، الجلافز او الجوانتي اللي في ايده ده مش مان ميد؟ اكيد مان ميد، هنحط حواليه سيركل. والهدوم اللي هو لابسها او الكلوزس اللي هو لابسها دي مش مان ميد؟ مان ميد اكيد، فهنحط حواليها سيركل. طب ايه تاني مان ميد يا اصحابي؟ السور اللي هناك ده، السور ده مش مان ميد ولا ده ناتشرال؟ اكيد السور ده مش ناتشرال، مفيش سور بيطلع لوحده في الارض، ده مان ميد، فده برضو هنحط حواليه سيركل. طب ايه الحاجات الناتشرال في الصورة الاولانية دي يا اصحابي؟ الجراس اللي في الارض ده هو ناتشرال، فنحط حواليه او نحط عليه ريكتانجل او مستطيل يعبر ان هو ناتشرال طبيعي مش من صنع الانسان، حتى لو الانسان هو اللي زرعه بس ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلاه يطلع وينبت، فده ناتشرال مش مان ميد. ونتنقل للصورة التانية. الصورة التانية فيها مجموعة من أصدقائنا بيلعبوا بالكورة دي وبيجروا في البارك ده، فعايزين نشوف الحاجات المان ميد والحاجات الناتشرال هنا. أول حاجة نشوف الحاجات المان ميد.
البول مان ميد فهنحط حواليها سيركل، والهدوم اللي هم لابسينها مان ميد هنحط حواليها سيركل. طب في حاجة تانية مان ميد يا أصحابي، والأحذية اللي هم لابسينها حواليها سيركل، يبقى البول والكلوزس اللي هم لابسينها دول مان ميد. طب ايه الحاجات الناتشرال في الصورة دي يا أصحابي؟ أول حاجة الجراس أو العشب اللي في الأرض ده ناتشرال فهنحطها حواليه ريكتانجل أو مستطيل. ايه تاني ناتشرال؟ التريز اللي ورا موجودة دي أو الأشجار اللي موجودة ورا دي ناتشرال فهنحط حواليها ريكتانجل، يعبر ان هي ناتشرال او طبيعية من غير تدخل الانسان. فاحنا كده عرفنا الحاجات الموجودة هنا مان ميد والحاجات الناتشرال، وافتكرنا كمان مع بعض الفرق بينهم. المان ميد حاجات من صنع الانسان، حاجات صناعية الانسان عملها بنفسه، والناتشرال حاجات طبيعية موجودة في الطبيعة حوالينا من غير ما الانسان يتدخل في وجودها. والكلمات الجديدة هنا ذيس يعني هؤلاء، وبتيجي أداة إشارة لمجموعة أشياء أكتر من حاجة واحدة قريبة مننا في المكان. هتعرفوا أدوات الإشارة دي بالتفصيل السنة الجاية إن شاء الله. فذيس آر يعني هذه مجموعة من الصور، ذيس آر بيكتشرز هذه مجموعة من الصور of football لكرة القدم. look at the pictures انظر على الصور، pictures يعني الصور ولوك يعني انظر. circle ضع دائرة حول man made من صنع الانسان. objects عناصر. draw ارسم rectangle طبعا مستطيل. around حول natural يعني طبيعي. objects طبعا يعني عناصر. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 22 او صفحة 22. وقبل ما اشرح الجزء ده احب افكرك واقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض اول باول. وما تنسوش لو حابين تستفيدوا بالخصم الحصري اللي عامله موقع جوميا لمشتركي قناة فلاش التعليمية، والخصم ده بيصل الى 50%. لازم تدخلوا على الموقع من اللينكات الخاصة بالقناة، وانا سايبها لكم في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وما تنسوش كمان تتابعونا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب اللينكس بتاعتها في الوصف او في الديسكريبشن اسفل. وما ينفعش انسى اسماء اصحابي الشطار اللي متابعين معايا، ودي مش كل الاسماء ده جزء منها، وكل مرة هقول جزء من الاسماء. اول حد طبعا يوسف جمال، شاطر يا يوسف ان انت متابعني، انت صديقي الصدوق ودايما متابع معايا اول باول، شاطر يا حبيبي. ريتاج شاطرة يا ريتاج، وياسين ومهاب وموسى وريناد ويوسف وعبد الرحمن وعبد الله، كلكم شاطرين وكلكم حلوين. وزي ما بقول لكم كل مره هقول شويه اسماء لان اصحابي ما شاء الله عليهم كتير قوي، كلهم حبايبي وكلهم شاطرين. ويلا نكمل مع بعض. وبيج 22 او صفحه 22 عنوانها فوتبول ارتكل. ارتكل يعني مقال او يعني نص مكتوب. المقال هو النص المكتوب، يعني مجموعة كلمات احنا كاتبينها في شكل نص علشان اي حد بيقراه بياخد منه معلومة معينة احنا بنقولها، ده اسمه article. article يعني مقال، والمقال هو نص او شوية جمل بنكتبها جنب بعض، ده اسمه نص. النص ده اسمه article يعني مقال، لما الناس تقراه ممكن تقراه في جريدة، ممكن تقراه في على الانترنت. المهم الهدف منه ان انا بوصل لك معلومة معينة عن طريق كتابة الارتيكل ده او المقال ده. فطبعا هنا بيقول لنا read اقرأ، the article المقال، answer اجب، the questions الاسئلة. طبعا هنا بيكلمنا عن الفوتبول جيم او لعبة كرة القدم، وبعد كده هيسألنا بعض الاسئلة المتعلقة باللعبة علشان يشوف احنا فهمنا الارتيكل ده او المقال ده ولا لا. وخلي بالكوا يا اصحابي مفيش حاجة اسمها اجابة نموذجية. بالنسبة للاشياء المتعلقة بالخيال احنا ممكن نتخيل حاجات
ونعرف حاجات مع بعض. انت ممكن يكون ليك اجابه لعبه مفضله انت بتحبها، انا ما بحبهاش، ممكن تكون شايف صوره في خيالك انا مش شايفها. المهم ان احنا كلنا نبقى متفقين ان احنا بنتعلم علشان نستفيد وعلشان بعد كده نبقى افضل. فهنا عندنا بيقول لك football is an outside game. football لعبة كرة القدم. is an outside يعني بالخارج، يعني في الهواء الطلق، برا البيت وبرا وبرا الكلاس روم، ما بتتلعبش في مكان فيه حواجز، بتتلعب في مكان مفتوح، في مكان في هواء طلق. لعبة بتلعب في مكان في هواء طلق. A football game لعبة كرة القدم has two teams ليها أو جواها فريقين. has لديها أو فيها يعني two teams. two teams يعني فريقين، في فرقتين بيلعبوها مع بعض، ما ينفعش واحد لوحده يلعبها. the players اللاعبين kick the ball. kick the ball يعني بيركلوا، يعني بيشوطوا برجليهم البول اللي هي الكرة. each team كل فريق has one goalie، كل فريق عنده one goalie حارس مرمى واحد. goalie اللي هو حارس المرمى اللي بيقف يحرس الجون بتاعنا او بيحرس المرمى بتاعتنا علشان ما يجيش فينا جون. the goalie اللي حارس المرمى protects يعني بيحمي the goal المرمى بتاعتنا الجون بتاعنا. the team gets a point الفريق بيحصل على point يعني نقطة. when the ball لما الكورة goes in the goal تدخل المرمى تدخل الجون. the team gets a point when the ball goes in the goal الفريق بيحصل على نقطة لما الكورة بتدخل الجون أو المرمى. the team الفريق with the most points اللي عنده نقط أكتر. most أكثر points نقاط أكتر. wins بيفوز. players اللاعبين can only يستطيعوا فقط. can يستطيع only فقط. use أن يستخدموا their feet أقدامهم، ما يقدروش يستخدموا حاجة في اللعبة دي غير أقدامهم، يعني بيشوطوا الكرة برجليهم بس ما بيقدروش يستخدموا إيديهم، ما يقدروش يمسكوا الكرة بإيديهم. goalies الحراس المرمى. goalies حراس المرمى can يستطيعوا use أن يستخدموا their hands إيديهم and feet وأقدامهم كمان. players اللاعبين may not hit each other اللاعبين لا يستطيعوا may not يعني لا يمكنهم hit يعني أن يضربوا أن يزقوا each other بعضهم البعض. لعبة ما فيهاش عنف، لعبة بيلعبوها بأقدامهم بس، ما ينفعش حد فيهم يهت أي حد تاني أو يخبطوا أو يدفعوا أو يزقوا. ونقولها مرة تانية football is an outside game لعبة كرة القدم تلعب في الهواء الطلق. a football game has two teams لعبة كرة القدم بها فريقين. the players kick the ball اللاعبين يركلوا الكرة. each team has one goalie كل فريق لديه حارس مرمى. the goalie protects the goal حارس المرمى يحرس المرمى يحرس الجون. the team gets a point when the ball goes in the goal الفريق يحصل على نقطة عندما تدخل الكرة إلى المرمى. the team with the most point wins الفريق صاحب أكثر نقاط يفوز. players can only use their feet اللاعبين يستطيعون فقط استخدام أقدامهم. goalies حراس المرمى can use their hands and feet يستطيعوا أن يستخدموا أيديهم وأرجلهم. players اللاعبين may not hit each other لا يمكنهم أن يدفعوا بعضهم البعض.
ودي طبعا ده كان الارتكل او المقال المكتوب عن لعبة كرة القدم او الفوتبول جيم، واحنا عرفنا عن طريق المقال ده بعض المعلومات المهمة. اولها طبعا يا اصحابي ان اي جيم في الدنيا بيبقى ليه حاجة اسمها rules. rules يعني قواعد، لو تفتكروا احنا اتكلمنا عنها قبل كده في الترم الاولاني. الرولز او القواعد دي حاجات احنا بنحطها علشان تحمينا وتحمي اي حاجة خاصة بينا من المشاكل. فالرولز بتمنع المشاكل وبتنظم الامور، فاي حاجة فيها رولز بتبقى مريحة للناس اللي بيستخدموا. اي لعبة في الدنيا لازم يكون ليها رولز، وإلا هنعرف مين الفائز ومين الخاسر لو ما كانش فيه رولز مثلا. يعني لو ما فيش رولز كل واحد هيعمل اللي هو عايزه، وبالتالي مش هيبقى في عندنا خاسر ومش هيبقى في عندنا وينر او كاسب. فطبعا اول حاجة ان في رولز لكرة القدم. الرولز هي ان اللاعبين ما يقدروش يمسكوا الكرة بايديهم بس، بيركلوها او بيشوتوها برجليهم بس او باقدامهم بس. تاني حاجة ان حراس المرمى بيحرسوا المرمى او الجول علشان ما يجيش في الفريق اجوان او اهداف. تالت حاجة حراس المرمى يقدروا يستخدموا ايديهم واقدامهم كمان علشان خاطر يحرسوا المرمى. ورابع حاجة ان اللاعبين ما يقدروش يدفعوا بعضهم البعض، ولان هي لعبة ما فيهاش اي عنف. طبعا الفريق اللي عنده نقط اكتر هو الفريق الكسبان. المعلومات دي اعتقد ان انتوا عارفينها وشاطرين فيها قوي، بس انا قلت اراجعها معاكم مرة تانية. وطبعا الكويستشنز او الاسئلة، questions يعني اسئلة، بتقول هنا ايه الاسئلة. اول سؤال بيقول where is the game played، اين يلعب اللعبة، اللعبة دي بتتلعب فين. where is the game played، اين تلعب هذه اللعبة، بتتلعب فين لعبة كرة القدم يا أصحابي. أول معلومة عرفناها عن طريق الارتيكل دي إن اللعبة دي بتتلعب فين. شاطرين. outside the game played in outside، لعبة كرة القدم بتتلعب فين. outside في الهواء الطلق، يبقى هنكتب هنا outside. طيب السؤال what is the goal of football، إيه هو الهدف. والهدف هنا جول، مش معنى الجول اللي احنا بنجيبه في الفريق التاني. جول هنا اللي هو الهدف من اللعبة. ايه هو الهدف من اللعبة اصحابي. انا مثلا ممكن اجيب الاجابة دي عن طريق الارتكل اللي احنا قريناه او المقال اللي احنا قريناه. فمثلا الاجابة بتقول the team gets a point when the ball goes in the goal، الفريق بيحصل على نقطة لما الكرة بتخش في الجول بتاع الفريق التاني. بس دي مش إجابة نموذجية، ممكن حد يقول إجابة تانية. ممكن حد يقول لي مثلا الهدف من اللعبة إن أنا أستمتع بوقتي، enjoying my time. فطبعا دي ملهاش إجابة نموذجية، بس على أساس الأرتيكل أو المقال اللي احنا قريناه team gets a point when the ball goes in the goal، الفريق بيحصل على نقطة لما الكرة بتدخل في المرمى بتاع الفريق التاني. the team with the most points wins، والفريق صاحب أكبر نقط هو اللي بيفوز. ده الهدف من اللعبة على أساس الأرتيكل أو المقال اللي احنا قريناه. يبقى مرة تانية the team gets a point when the ball goes in the goal، the team with the most points wins، الفريق صاحب اكبر عدد من النقاط هو اللي بيفوز. والسؤال الثالث والاخير هنا بيقول لنا what are the rules of football، what are the rules، ما هي القواعد rules اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنها of football لكرة القدم. ايه القواعد الخاصة بلعبة كرة القدم يا اصحابي. شاطرين. هما موجودين في الارتكل هنا في الجزء الاخراني. اول حاجة بيقول لك players، اللاعبين can only use their feet، يقدروا يستخدموا فقط اقدامهم. تاني حاجة goalies، الحراس المرمى
can use their hands and feet. يقدروا يستخدموا أيديهم وأقدامهم. وثالث حاجة players اللاعبين may not hit each others. May not hit each other. ما ينفعش إن هم يدفعوا بعضهم البعض. فدي rules أو القواعد اللي بتحكم اللعبة. يبقى إيه؟ players can only use their feet. يقدروا يستخدموا أقدامهم بس. The players أو اللاعبين. goalies حراس المرمى can use their hands and feet. يقدروا يستخدموا إيديهم وأقدامهم. players اللاعبين may not hit each other. لا يستطيعوا أو لا يمكنهم أن يدفعوا بعضهم البعض. وبكده نكون أنهينا page 22 أو صفحة 22 وأنهينا معها شرح lesson 2 أو الدرس الثاني في chapter 2 playing with new friends أو اللعب مع أصدقاء جدد. وبكده نكون أنهينا درس النهاردة. لو أعجبك الفيديو أعمل لايك والأهم إنك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.